خلص مباراة قوية جداً في دور الثمانية، وهفكركم بالنتيجة. عيلة مسيحة طنطا الغربية 55، عيلة أبو ضيف زهينة سوهاج 30. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة، فقرة المعرفة، أربع أسئلة، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. من مكاننا، ولكن محدش هيتكلم مع أي حد جنبه. السؤال الأول، دكتور فيكتور ودكتور إبراهيم، معلومات عامة. والسؤال هو، في أي دولة عربية صدرت مجلة سندباد للأطفال عام 1952؟ دكتور فيكتور، مصر. مصر، إجابة صحيحة. أساس الأمين عبد السعيد العريان، كانت بتصدر كل خميس بشكل أسبوعي عن دار المعارف. دكتور فيكتور 10 نقط، 65 عيلة مسيحة، 30 عيلة أبو ضيف. كرولوس وأحمد، أحمد وكرولوس. رياضة، والسؤال هو، ما هو ثاني أكثر المنتخبات التي لعبت في المربع الذهبي بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم حتى عام 2021؟ كرولوس، أنا بسأل عن الثاني مش الأول. إجابتك؟ نيجيريا. مبدئياً الأولى مين؟ مصر. مصر الأولى، صح، 16 مرة. الثانية نيجيريا، 15 مرة. إجابة صحيحة. برافو عليك يا كرولوس. نيجيريا كسبت البطولة ثلاث مرات، وأكثر واحد خد البرونزية. برافو عليك يا كرولوس. 75 عيلة مسيحة، 30 عيلة أبو ضيف. سؤال في التكنولوجيا، الدكاترة، دكاترة الأسنان، ميراي ومصطفى، مصطفى وميراي، تكنولوجيا، والسؤال هو، في أي عاصمة أسيوية يقع المقر الرئيسي لشركة الإلكترونيات يوكوغاوا؟ تأسست 1915، متخصصة في أجهزة القياس والتحكم، وبدأت إنتاجها في عدادات الكهرباء. ميراي، إجابتك؟ بكين. موافق دكتور مصطفى؟ كان عندك إجابة تانية. إجابة خاطئة، طارت من التلميذ. هنروح للأستاذ. إجابتك؟ طوكيو. طوكيو، الأستاذ يكتب، الأستاذ يكتب، مكتوبة والله بالأول. برافو عليك، إجابة صحيحة. وليها فرع في الشرق الأوسط في دولة البحرين. 10 نقط، مهمين جدا لعيلة أبو ضيف. 40 عيلة أبو ضيف، 75 عيلة مسيحة. ودلوقتي آخر سؤال، واحد لواحد، مدام نسرين ومدام نادية، مدام نادية ومدام نسرين، قدرات ذهنية. والسؤال هو، حل مسألة الآتية، 71 في 9 زائد 122 في 4 يساوي كام؟ 71 في 9 زائد 122 في 4 يساوي كام؟ دكتورة نسرين، إجابتك؟ 1127. 1127، إجابة صحيحة. هاردك يا مدام نادية، هاردك. ودكتورة نسرين، برافو عليك، 10 نقط. 85 عيلة مسيحة، 40 عيلة أبو ضيف. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون، فقرة الفنون، أربع أسئلة، سينما ومسرح، أغاني موسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أسئلتنا هتعتمد على السرعة يا مدام نادية، فأديكي على البزر. إيديك على البزر يا مو، علشان لو عندك الإجابة تدوسي بسرعة. ما تدوسيش، لا اتفقنا؟ سينما ومسرح،
والسؤال هو فنان راحل قام بدور الضابط خالد في فيلم الصعود إلى الهاوية، فمن هو؟ دكتور فيكتور. محمود ياسين. طبعا محمود ياسين كان في الفيلم، هو فيلم عن الجاسوسية، وكمان كان معاه جميل راتب وإيمان ومديحة كامل. بس مين اللي عمل دور الضابط خالد؟ وكان فيه تيسير فهمي كمان، افتكرت؟ هو محمود ياسين. هو محمود ياسين، إجابة صحيحة. هو محمود ياسين فعلا، برافو عليك انك افتكرت من الاول. هو انت في مصر يا هبه، ده اكسبريشن في الطياره كده قالوا لو مواصلين يعني. ايوه هي دي مصر يا عبله، هو قاعدين في الطياره عبله مش كده. النتيجه 95 عائله مسيحه، 40 عائله ابو ضيف. عائله ابو ضيف محتاجين نرجع في المباراه بسرعه. ايه اللي حصل؟ نركز بقى شويه، صيام ولكن نركز شويه. اغاني موسيقى والسؤال هو من هو الفنان المصري الذي غنى ذكرياتك ميح في فيلم زهايمر؟ كلمات أيمن بهجة قمر وألحان محمد يحيى، فيلم من إخراج عمرو عرفة. مدحت صالح؟ مش مدحت صالح للأسف الشديد. عملي. إجابة خاطئة. طبعاً من بطولة الزعيم عادل إمام وفتحي عبد الوهاب وأحمد رزق ورانيا يوسف ونيلي كريم. في إجابة؟ وأنا مش عندي الإجابة أوي بس أنا هخمن يعني. مش مدحت صالح، ممكن يكون محمد حماقي؟ لا ياه، ما زهايمر كان قريب يعني. زهايمر كان قريب. لا لا لا، كلهم بلموك. إجابة صحيحة. برافو عليهم محمد حماقي، برافو عليك عشان فكرت. فكرت دكتور الاسنان ده شاطر. لا دكتور اسنان شاطر بيفكر كويس. 10 نقط. 50 عائله ابو ضيف، 95 عائله مسيح. انا كده اطمنت عليك. تمام. لوحات ومعالم والسؤال هو يقع معرض ريتياكوف في احدى الدول، فما هي؟ كرولوس اصبر، تاخد مني معلومه تفيدك. اجابتك روسيا. روسيا، هو فعلا الاسم يدي على اسم روسي، ولكن ليه ما استنتش شويه؟ عشان فكرت بسرعه وكده يا بس. كرولوس، اجابه صحيحه. اتاسس 1856. 10 نقط. 105 عائلة مسيحة، 50 عائلة أبو ضيف. سرعة البديهة والسؤال هو كم عدد قطع السوشي في الصورة؟ أحمد إجابتك؟ 26. إجابة صحيحة. نتيجة في نهاية الفقرة 60 عائلة أبو ضيف، 105 عائلة مسيحة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده عائلات مصر جمعت 80 نقطة فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة بألف جنيه بما يساوي 80,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 165,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لدعم المرأة المعيلة والشمول المالي. هذا البرنامج برعاية